الحمد لله بحمده يفتتح كل باب وبذكره نستسهل الصعاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخى دونهم الحجاب نتوب إليه توبة من يعتقد أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك العزيز التواب ونمزج الخوف بالرجاء مزجا من لا يرتاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرة وليس لي من عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني أيها المعزون الأكارم أيها السادة القراء في ليلة تكريم أخ لنا انتقل إلى رحاب ربه وبدعوة من رابطة فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وعلى رأسهم عم القراء في محافظة البحيرة الحاج أنور الجندي والمهندس وائل خليفة جئنا إخوة الإسلام لنشارك ليلة التكريم بتلاوة القرآن ومعنا إخوة أفاضل حباهم الله سبحانه وتعالى بحلاوة الصوت وحلاوة الصوت رزق يسوقه الله إلى من شاء من عباده فإن الله يضع العباد فيما أراد ولقد ورد عن أحد الصالحين أنه قال إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك فأقامهم بين أهله أقام أهل القرآن وقال عنهم أنهم أهل الله وخاصته تعلم العلم وانحى التمى الفخار النبوة فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة نتقدم بواجب العزاء إلى عمنا الحاج إبراهيم قطارة وكذلك إخواننا أصحاب الواجب المهندس أحمد قطارة والمهندس إسلام قطارة جئنا من مدينة الدلنجان بلد الأمن والسلام طيبة الجسم وعلى رأسنا فضيلة الشيخ عمر عادل سلام وكذلك كبير أئمة دعاتها وأئمتها فضيلة الشيخ خالد أحمد عبد العزيز شكر جئنا لنقدم واجب العزاء لآل قطارة وأقول لهم يا أخي إني معزيك لأني على ثقة إني معزيك لأني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين فلا المعزى بباق بعد مجده ولا المعزي ولو عاش إلى حين ففقيدنا ترك دنيا الشقاء ورحل إلى دار البقاء تعجل الرحيل ولكن لا نقول ما يغضب ربنا منا فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب منا وإنا لفراقك يا أخانا لمحزنون وإنا لله وإنا إليه راجعون ماذا أقول في رسائلي أقول يا ليتني قد مت قبل رحيلكم يا ليتني قد مت قبل رحيلكم ولساعة التوديع ما أحياني مالي وللأيام شتت خطبها شملي وخلاني بلا خلاني ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم وتكلمت لكن بغير لسان إخوة الإسلام
أذكركم ونفسي بحديث رسول الله صلى عليه ربي وحياه: ما نقص مال من صدقة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. نستمع إلى شيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ أحمد صدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات
أفرأيت الذين كفروا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا 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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم فلا
إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض الرحمن عبدا.
لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله.